بين الريادة والإلهام، معان عميقة نستكشفها في حوار مع رحلة الحياة لتغيير وتطوير المجتمعات. بين الريادة والإلهام، حوار يستهدف أن يبني موجات جديدة في المجتمع تستهدف أن تحرك القدرات الداخلية لدينا، وحوار يساهم في دفعنا نحو الاستكشاف لماهية معاني العطاء في الحياة. بين الريادة والإلهام، برنامج يبحث في الفرص الضائعة وغير المستكشفة ويعيد بناء التصور لمجتمع منافس ونابض بالحياة. إنه برنامج يسهم في دعم استقلالية وطن يقوم بثروة أبنائه ويرتفع بإنجازاتهم وابتكاراتهم كل يوم. بين الريادة والإلهام، يجدد لدينا أسس الاستفادة من الأوقات الصعبة ليكون لنا نظرة جديدة للحالات الصعبة والتحديات. بين الريادة والإلهام، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي والدكتورة دنيا أحمد. بين الريادة والإلهام، من إخراج خالد المرباطي. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي بين الريادة والإلهام، مع الخبير الدكتور محمد بوحجي ومحدثتكم الدكتورة دنيا أحمد ومخرج البرنامج الأستاذ خالد المرباطي. تناولنا معكم في الحلقات السابقة العديد من المواضيع كالريادة المجتمعية والمجتمعات المبدعة والأسر الملهمة وثقافة المجتمعات الملهمة ومصادر الإلهام، وتناولنا في آخر حلقتين موضوع الإلهام في بوسنة والزيارات في بوسنة. هذه التجربة كانت غنية تأخذنا إلى حلقة اليوم نتكلم فيها عن معاني العطاء في الحياة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحييكم في برنامجكم بين الريادة والإلهام، وفي الحقيقة سعيدين أن احنا نصل معكم في الحلقة العاشرة هذه نتكلم عن معنى كلمة العطاء وصور العطاء وفوائد العطاء. كما سنتحدث دكتورة عن ما هو العطاء بشكل عام، وسنستفيد من دكتورة دنيا من خبرتها في موضوع العمل التطوعي بشكل كبير، وسنتناول ونتحدث ونتناقش في فلسفة العطاء وأهميتها في حياتنا، كما سنركز على كيف نحرص على بناء العطاء في أنفسنا، لأن بدون العطاء أيها الأحبة لن يكون هنالك روح للريادة ولا للإلهام. فالعطاء مرتبط ارتباط كلي بروح الريادة والإلهام، لأنه مصدر مصادر الدافعية دكتورة. فإحنا خلنا نتكلم أيها الأحبة عن معنى كلمة العطاء اللي نبتدي فيها دكتورة. فأنا راح أقول أن العطاء هو يأتي من كلمة أعطية أو أعطيات، والعطاء هو يعني هبة أو ما يعطى. فيقال مثلا أعطيات الجند أي أرزاقهم، أي ما يرتب لهم من مال، أو مثلا يقال أجزل في العطاء أي أنه أوسعه وأكثره، ويقال أخذ وعطاء، فالحياة كلها أخذ وعطاء والرزق أخذ وعطاء، أي تبادل المنافع بين طرفين. فالعطاء مرتبط بالأخذ والمنفعة، والعطاء أيضا هو لديه صور عديدة دكتورة، صح ولا لا؟ طبعا لوايد صور. يمكن أنا أختلف في آخر مفهوم قلته على المفهوم الأخذ والعطاء. فعلا العطاء يكون لجوانب مختلفة، لكن العطاء لما نعطي ما ننتظر الأخذ مني. العطاء يكون جميل لما أنا أعطي، أنا بحصله من مكان ثاني، من شخص ثاني، من وقت ثاني، لكن العطاء الحقيقي ما ينتظر المقابل. طبعا هو العطاء أيضا دكتورة هو أن أقصد فيه أن الإنسان حتى ممكن أنه يأخذ، يحتاج أن يعيش مع الآخر ويأخذ منه كما هو أنه يعطي من الآخر. ما يصير الإنسان يعيش بروحه في المجتمع. يمكن أنا بعد أختلف معاك في النقطة، اسمحي لي، لأنه أكيد الإنسان عايش في مجتمع. اليوم أنا لما أروح حق الدكتور ولا أروح حق الجامعة أدرس ولا أروح حق أي مؤسسة، أنا قاعد في الحقيقة أستفيد من عطائهم. فكل ما كان العطاء راقي في الإنسان وفي فكرة وفي مجتمع وعطاء في إخلاص، كل ما كان تجدد لدينا في الحقيقة مفهوم الريادة والإلهام، لأن إحنا قاعد نتكلم أيضا مفهوم الريادة والإلهام، ولا صور مختلفة متفاوتة. وطبعا هذه
الصور هي اللي ترسم الابتسامة على القلوب، صح ولا دكتور؟ يعني احنا نشوف ان الابتسامة وايد مرتبطة بالانسان او السعادة، الناس وايد تبحث عن السعادة، ونقول يمكن اكثر سبل السعادة اللي نشوف الناس سعداء هو الناس المعطائين اللي عندهم عطاء مختلف. بالفعل يعني لما يقول الحديث ان الابتسامة في وجه اخيك صدقة، معناته انا بعطي ابتسامة بغض النظر عن الشخص اللي قدامي، هل اللي كنت اتكلم عنه عن الاخذ والعطاء، ابتسم في وجهي او لم يبتسم انا بحصل صدقة من رب العالمين، بحصل الرضا النفسي، بحصل السعادة النفسية، ويعني غالبا 99% بعد ستبادل الابتسامة بابتسامة. بس حتى ان لم اجدها ما يكون هدفي من عطاء الابتسامة ان احصل على الابتسامة. نعم هاي صحيح، ولذلك نقول احنا يعني نعطي بدون ان نتوقع شيئا من الاخر، هذه ما تقصدينه. اي نعم. وبالتالي لذلك احنا نقول التفاني في العطاء، يعني موضوع التفاني هو هو يجعلنا في الحقيقة لدينا مشاعر دائما نحس ان احنا ممتنين ان الله سبحانه وتعالى اعطانا هاي حب العطاء، لان اذا الانسان ما يحس انه يمد يده كل يوم او يمد قلبه او يعطي من فكره، ففي الحقيقه هو يحس ان الانسان فعلا عنده نوع من الجفاف والجفاء ايضا في القلب، لان القلب يرتوي بالخلال العطاء، والقلب في الحقيقه اللي تلاقينا انه هو فعلا معطاء هو قلب في فيض من المشاعر الكبيره اللي دائما يعطي للناس بدون مقابل مثل ما قلت. بالفعل هو العطاء مشاعر داخلية تسعدنا، احنا في اليوم الواحد نحصل على الكثير من العطايا، عطايا النعمة، عطايا الرب، عطايا الصحة، نكون محاطين من العطايا من كل مكان، فعشان كذي رب العالمين يزرع في قلوب كثير من الناس انهم بعد يكون معطائين، وبقدر ما نعطي نحصل على العطايا، بس ممكن ما يكون من نفس الاشخاص. طبعا الحب العطاء هي هبة انسانية ربانية من رب العالمين، نتعلم عليها، نتدرب عليها، كل ما الإنسان تعلم أنه هو يعطي بيعطي المزيد، لأن بيكون الأصل في طبعه هو العطاء، هو الكرم، هو أن يعطي بدون مقابل، هو أن يعطي دون أن ينتظر، لأن سيجد في العطاء هو السعادة، ومو بالحسابات والأمور الثانية بتكون هي سعادته. يمكن أنا يذكرني دكتورة هاي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خير الناس من نفع الناس، ويذكرني أيضا بالحديث صناع المعروف تقي مصارع السوء، فالإنسان حينما يعطي ويحب لأخيه ما يحب لنفسه في الحقيقة هو يرتقي بنفسه ويكون مصدر إشعاع في الخير وفي العلاقات البشرية بشكل عام. بالفعل العطاء أني أنا أعطي بدون أن يطلب مني أن أعطي، حتى لو ما كان هاي العطاء وظيفتي، في فرق بين العطاء العمل أني أنا أسويه اليوم، أنا ممكن أروح شغلي وأقدم شغلي وفعلا بأفضل وجه، ولكن يكون هاي العمل العادي اللي أنا أقدمه لأن في المقابل في نهاية الشهر في مرتب أو في مقابل عليه. لكن لما أنا أعطي بدون أن يسأل عني، إنه لما أتفنن في هذه العطاء أني أنا أعطي في أجمل صورة، اليوم يمكن يختلف في فنانين يرسمون نفس اللوحة نفس المنظر الطبيعي، في ريشة فنان ترسم اللوحة بأجمل ما يمكن لكن تفتقد الروح لأن رسمها بكل معايير الرسم الحقيقية لكن لم يضع العطاء الروحي فيه، فلما أضع الروح في العمل اللي أنا قاعدة أقدمه يكون هني فلسفة الريادة في العطاء. اليوم في وايد موظفين يقدمون في أشغالهم، مدرسين يقدمون ذي الدرس نفسه حق الطلبة، أحياناً يكون نقل المفهوم وفعلاً ومدرس جيد، لكن في مدرس يخلطها بمفهوم العطاء، هو يعطي ليست لأنه وظيفة، مو فقط لأنه راتب، هني يكون يدخل معنى العطاء الحقيقي والريادة في هذا العطاء. والعطاء أيضاً يحدد مكانة الإنسان حق نفسه، يعني الإنسان إذا هو يحترم نفسه دائماً يحب يعطي، لأن هو يجد نفسه من خلال الآخرين لما يعطي، أو يجد نفسه من خلال الحياة، ما لازم الآخرين، هو أشخاص ممكن يكون عطاء نحو البيئة، عطاء نحو الحيوان، عطاء نحو الكون، عطاء نحو العلم، فالعطاء الإنسان في الحقيقة هو يجد نفسه من خلال هذا العطاء. أنت يعني إحنا كبشر يمكن إذا ما نمنح من داخلنا شيء الى ما حوالينا نحس ان احنا غير موجودين، وانا تهيلي كان نفس في الحياه، هو مثل قصه الالهام، لان الالهام عباره عن الانسان ما يقدر يعيش في اي لحظه من اللحظات بدون ما هو يلهم ويلهم. بالفعل لان احنا اذا نقول انه هو الالهام اني الهم الاخرين، في نفس الوقت العطاء ان اعطي الاخرين. طبعا ما يميز هني العطاء اني اعطي مما احب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو هني الاساس اني انا ابتدي اعطي مما احب. اليوم اني لما انا فعلا احب المفهوم اللي انا قاعد اشتغل فيه، فانا اذا اغلى ما عندي هو وقتي فانا بعطي من وقتي، اذا هو مالي كان عزيز علي بعطي من مالي، بعطي من الشيء اللي احبه، ما اعطي الفضيل الزائد او الشيء اللي ما ابي واقول انا تناولت مفهوم العطاء.
ويمكن لذلك بعد يمكن احنا ناكد يا دكتوره يعني ان ما مقصودك فقط الموضوع المادي ولكن حتى المعنوي. فالعطاء هو ممكن يكون مادي ممكن يكون معنوي. اليوم الدكتور ممكن ما يعطيني عطاء مادي ولكن بالمعامله معي بتوضيحه لمرضي عنده روح الرياده والالهام لان عطاءه كان متميز. فلذلك قد انا اشفى ليس من خلال الدواء ولكن من خلال المعامله. فالتنويع في الحقيقه في طريقه العطاء هو امر جميل لان في الحقيقه هو مثل فن، مثل ما قلتي كان لوحه رسام يرسمها وكل ما تفنن فيها وعطاها الوان الطيف كل ما كان فعلا العطاء له معنى اكبر ويتم مع الانسان ويحمله او المستفيد منه يحمله الى فترات اطول. بالفعل نفس ما تكلمت عن مثال المدرس، في مدرس يشرح لكن في مدرس يعطي عطاء مختلف. نفس الموظف في ناس يعطون ويجيدون عملهم لكن في العطاء المختلف هو اللي يعطي رياده لهذا الموضوع. واذا احنا نقدر نقول اعزائي المستمعين سمعت ان العطاء هو نهر لا يتوقف وبحر لا ينضب. فالعطاء هو انك تفرح ما حولك ومن حولك بما تقدمه لهم او تفرح نفسك لانه قد يكون من حولك هو جماد، قد يكون هو شجر، قد يكون هو حجر، قد يكون هو البيئه، قد يكون مثل ما قلت انا قد يكون الكون. يمكن ما يرد لك العطاء بطريقه مباشره ولكن انت نفسيا تحس ان انت قاعد تقدم شيء للبشريه وتحط بصمه من البصمات اللي تثبت فيه ان انت جيت في هذه الدنيا وسويت الفارق في الحياه. ويعني يمكن انا ازيد كنت اقول ان العطاء اني انا اعطي مما احب واني اعطي الشخص اللي امامي او اللي قاعد اعطيه الشيء اللي هو يحبه. مو دائما اللي انا احبه بيكون هو اللي يحب الشخص الثاني فانا اشعر بالسعاده انا اعطيته كل اللي احبه لكن هو قد لا يسعده ذلك، بالعكس يمكن هاي الشيء اللي هو ما يحبه. فاني انا ادرس العطاء اللي بعطي اغلى ما عندي، بعطي وقتي، بعطي الموجود عندي للشخص الذي امامي لما اكون عارفه اني انا قاعد اعطي في الوقت الصح في الوقت المناسب ما يحتاجه اعطيه قبل لا يطلبه. هني العطاء لما يطلبه واعطيه مفهوم العطاء يتغير هني. هو طبعا دكتوره في صور كثيره حق العطاء، فما هي يعني صور العطاء اللي تتوارد على ذهنك لما نتكلم صور العطاء بشكل عام؟ طبعا واحده من صور العطاء اللي بتكلم عنها اني ما اكون مرغمه على ذلك في الصوره الاوليه. نعم طبعا في اناس يعطون عطاء بلا حدود، في عطاء نعطيه بالفطره، عطاء الام والاب لابنائها، هذه عطاء يكون جاي بغريزة فطرية موجودة في الأبوين ما ينتظرون في مقابل وبالعكس يعطون ويعطون يتمنون الأفضل حق عيالهم. تفاني المعلم اللي تكلمت عنه، تفاني العالم لما يعطي علمه عشان هو يتطور. فكلنا في صورنا المختلفة الرسام الفنان كلنا معطائين بنعطي شيء نضيف. ولكن يمكن أكثر صور العطاء اللي دائما نذكرها ويذكرها العالم هي عطاء الأم وعطاء الوطن وعطاء الوالدين بشكل عام. يعني يمكن هذه أكثر صور العطاء اللي تأتينا لما نذكر العطاء لأن فعلا عطاء الأم وعطاء الوالدين ما يتوقف ويأتي أيضا بلا دوافع وبلا أسباب وبلا مقابل. وفعلا يكون هو عطاء يتميز بالعطاء احنا قلنا اللي نسعى له في روح الريادة والإلهام أنه يكون عطاء مادي وعطاء معنوي. وبالتالي في نوع من التضحية ونوع من التفاني ونوع من الحب ونوع من الشغف. الشغف نفسه يميز العطاء عن عطاء الى عطاء اخر. يعني مثل ما قلتي لما احنا يعني نتكلم سواء احنا مدرسين في الجامعه او فاي نشوف انه فعلا في فرق بين مدرسين يدخلون الصف وهم محضرين ولكن هو يبي يخلص من الماده يعتبرها كوظيفه، وفرق بين مدرس اخر او استاذ جامعي اخر او هاي هم الكبير هو ليس فقط انه يعطي الماده ولكن انه يلهم الطلبه بحيث أن فعلا يحملون هذه فكرة هاي المادة وأثرها في حياتهم ويطبقونها في مجتمعاتهم. ففي فرق في الحقيقة في طبيعة العطاء وصورة لما نقدمه لأن مهما تكلمنا على الصور فهو كأنه تداخل شبكي نوع العطاء وأيضا الصورة اللي نقدم فيها العطاء، الشخص اللي يعطي العطاء، الصورة اللي يكون فيها، المحتوى، اختيار التوقيت المناسب. يعني إن أنا أقدم أحياناً الفكر النصيحة الصحيحة في الوقت الصحيح هذه يعتبر عطاء. لما أعطي العطاء في الوقت الصعب حتى لو أنا كنت في هاي الوقت مشغول لكن لما أشوف أمامي شخص هو اللي محتاجني في هذه اللحظة أترك اللي عندي وأعطي، هاي يكون العطاء الحقيقي. ويمكن أقول أنا هاي الكلمة الحقيقة بيودها بعد في الآخر شيء وأقول إن العطاء اللي يتميز برفع الإنسانية. كل ما شفت ان الانسان الـ الاخر اللي يعطيه او اللي او او اللي او اللي يكون فعلا هو قاعد يقدم العطاء بطريقه ترتقي بانسانيته وبالاخر وبمجتمعه وبيئته وبوطنه وبالعالم كل ما ارتقى نوعيه العطاء، لان العطاء فعلا هو عطاء ليس مادي ولكن معنوي في كثير من الاحيان.
بالفعل، وهو الأهم أني أنا أعطي وما أنتظر المناسبة أني أعطي. يعني سواء كانت العطية ذي هدية فأنا بأنتظر موسم، إذا هي ذي العطية صدقة فأنا أنتظر وأقول أنه أوكي أنا ما بعطيها إلا في رمضان، إذا هي العطاء بمختلف صورها أني أضع لها مواقيت ومناسبات. متى ما وضعنا لها، هي مو العطاء اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، احنا نتكلم عن العطاء الريادي اللي هو يجيب تلقائية، يعطي لشعوري بحاجة الآخر إلى هذا العطاء في هذه اللحظة بدون ما أنا أنتظر جدول ومناسبات في ذلك. يمكن أنا لذلك يعني يحضرنا الحديث يعني ولو بشق تمرة. يعني أنت يعني الله سبحانه وتعالى وطبعا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يأكد لنني أن أنت تعلم العطاء بغض النظر عن مستواك المادي أو المعنوي، حتى لو بشق تمرة، سواء هو من ناحية مادية شق تمرة، أو حتى لو بأي، لو حتى أنت معنويا تكون تعبان معنويا، لكن حتى لو تتبرع بأي أو تتقدم بأي خدمة ولو بشق تمرة، فأنت في الحقيقة قاعد تبذل العطاء وقاعد تحقق مفهوم الريادة والإلهام اللي يطلبه من رب العالمين. في أيضا عطاء الصداقة دكتورة، يعني شي حضرت في عطاء الصداقة؟ طبعا الصداقة هي علاقة قوية غريبة تربط بين أشخاص. اليوم لما نتكلم عن العلاقات الأخوية نقول إحنا أخواننا ما اخترناهم، هم ياو بالفطرة في حياتنا، لكن علاقة الصداقة هي تكون هي علاقة مجردة من أي مصالح أخرى، لأن صداقاتنا نكون إحنا اللي اخترناها. عشان كذي قيم العطاء والتبادل في هذه الصداقات فعلا تكون قوية، تكون عميقة، تكون غنية، لأن العطاء فيها يكون بلا مقابل بلا حدود، يكون عطاء وجداني، عطاء روحي، عطاء فكري، عطاء وقت، عطاء أحيانا يكون مادي في وقت الأزمات، فهو يكون عطاء بصور مختلفة ومواقف مختلفة وأوقات مختلفة. ساعات يعني لما أنا أستمع إلى صديقي بقلب مفتوح بإذن مرة ثانية صاغية أنصت إلى همومه مشاكله بحد ذاته، هذه نوع من العطاء. لما أفكر معاه في حل مشاكله أقوده أنه ينظر للحياة بطريقة مختلفة، هاي نوع من العطاء. لما ما أجعله أنه يحتاج إلى الآخر بالحقيقة وخليه يعتمد على نفسه، أو أن أنا ساعده بدون ما يذل نفسه حق الآخرين، فهي نوع من أنواع العطاء. عطاء اللي في اللحظات الصعبة لما الإنسان يكتشف فعلا الإنسان الناس اللي حوالينا في اللحظات الصعبة، لما تساعده أنت وتعطيه وتكون سند له في الوقت الصحيح، هاي نوعية من أنواع العطاء. إذن هو عطاء يعتمد في كثير من الوقت على أن كيف تستفيد من أو كيف أنك تفي بالحاجة بدون ما يذل يحس الآخر أنه يعني ذل نفسه حقك أو حق غيرك. بالفعل يمكن عشان كذي يعني أنا أشوفها أغلى من النعم اللي احنا حصل عليها، هي نعم الصداقة، ويكون لنا إنسان صديق صدوق مخلص لنا، فهذه رب العالمين عطانا فعلا عطية جميلة. يتهيألي دكتور لازم نواصل في صور العطاء، لأن صور العطاء كثيرة، ولكن أعزائي المستمعين والمستمعات خلونا نطلع فاصل ونواصل معاكم إن شاء الله في صور العطاء، لأن الموضوع جدا جميل ومهم حق روح الريادة والإلهام، وموضوع كله نقدر نحققه بغض النظر عن مشاغلنا ومستوياتنا المادية أو العلمية أو المجتمعية. فخلونا نتنافس في معرفة صور العطاء بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المستمعين والمستمعات نحييكم مرة أخرى بعد الفاصل وفي رحلة روح الريادة والإلهام في برنامجكم بين الريادة والإلهام، اللي بنركز فيه اليوم على في الحقيقة العطاء وصور العطاء. ويمكن من أهم صور العطاء هو عطاء الحب أيها الأحبة، فكل إنسان في الحقيقة هو معطاء ومحب ويحب أن في الحقيقة يعطي بشكل كبير. والحب يا أعزائي المستمعين والمستمعات هو لأنواع مختلفة وأشكال مختلفة، فالعطاء دائما يرتبط بالحب. لذلك دائما نذكر احنا مثل ما ذكرنا مساعة ان عطاء الأبوين أو الأصدقاء أو المعلمين كلها هي أنواع من العطاء المرتبط بالحب. فكلما إنسان حب الإنسانية بدءا من حبه لنفسه أنه يرتقي بها، كلما كان هو عطاءه مميز. ولا ايش رايك دكتورة؟ أنا أعتبر العطاء والحب كلمتان مترادفتان. اليوم إذا أنا ما أحب ما أقدر أعطي، أساس معنى كلمة الحب هو العطاء الحقيقي.
والعطاء معناته الحب، لأن لما أتعلم أني أنا أعطي معناته أنا قاعدة أتعلم أني أحب. لما أنا أقول العطاء أني أعطي الشخص في الوقت الصح لشيء اللي هو يحتاجه متى ما أحتاجه، معناته أن هذه هي مشاعر الحب هي الموجودة للأطراف الآخرين. وكلما زاد حبي للطرف الآخر زاد عطائي، وعرفت متى أعطي الشيء الصح في الوقت الصح. يعني الإنسان لما احنا نعطيه لمسات بسيطة نحسسه باهتمامنا، يمكن في تفاصيل حياته نقول له ان انت ترى احنا معاك بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حتى لو احنا ساعات يعني نكون بعيدين عنه بطريقة ما او باخرى، لا شك ان احنا نبين معنات الشغف اللي هو اللي قلنا احنا الشغف مرتبط بالعطاء، ونبحر في اعماق الانسان احيانا بس بكلمات بسيطة. ممكن كلمات بسيطة تودي الإنسان فوق، ممكن كلمات بسيطة تنزل الإنسان تحت، لأن يمكن نبخل عليه بكلمات بسيطة أحيانا أو بدون ما ندري يعني نجرحه. فبالتالي لا، مهم جدا أن احنا ما نبخل على بعضنا في موضوع حب العطاء والحب ولمسات الحب اللي في الحقيقة هي تجعلنا فعلا عندنا مشاعر صادقة في حياتنا ونرتقي بإنسانيتنا. لأن الإنسان ما هو للحظات في الحياة، وبعدين هو مفارق الحياة. فبالتالي حتى ربنا سبحانه وتعالى قال الأخلاء لبعضهم لبعض عدو إلى المتقين، يعني الأخلاء يعني هذين المحبين الذين يحبون بعضهم، هم فعلا يفترض أن يكونون هم أصدقاء ويتلاقون على أسرة الجنة إن شاء الله، ولكن هذا من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى والحب الصادق في العطاء بشكل كبير. طبعا الإنسان اللي ما يحب ما يقدر يعطي، هاي شيء رئيسي. والإنسان اللي ما يعطي هو معناته هو إنسان غير موجود في هاي الحياة، ما تعلم أنه يستمتع في هذه الحياة، فقد أكبر وأهم قيمة موجودة في هذه الحياة، فقد أهم متعة من متع الحياة، فقد أنه يستمتع بمفهوم العطاء اللي يحصل عليه والعطاء اللي هو يعطيه. طبعا العطاء أيضا هو يعني مثل عضلات، يعني كانت قاعد تقولين دكتورة العطاء يعني أنت قدرة الإنسان يبنيها في نفسه من خلال الوقت. يعني الإنسان اللي ما تعلم يعطي مو معناته إنه خلاص بس هاي قاعد نحن الحلقة دي مو موجهة حق مثلا ناس مثلك، موجهة حق ناس مثلي أنا ما تعلموا على العطاء في الحياة، أو يمكن يوم فترة من فترات كانوا هم يعني يقدمون العطاء بشكل كبير لمجتمعاتهم في العمل التطوعي، ولا نقصد الناس اللي يشتغلون في العمل التطوعي، لأن العطاء هو بشكل مختلف. وكل ما تمررنا على العطاء، لو يعني انا حتى دائما اقول حق نفسي وحق عيالي وحق يعني الناس اللي انا اعرفهم بدا من نفسي اللي تعلمته حتى من والديني، لو اعطي ان شاء الله 100 فلس ما ارد الواحد في نفس اللحظات. ليش؟ لان الانسان كل ما علم نفسه على العطاء بدون مثل ما قلتي دكتوره الانتظار، هو مرن عضلاته في كل اللحظات انه مستعد انه يعطي اكثر، وفي اللحظات الاكبر نعطي اكثر. ويعني يمكن احنا بنربط العطاء بمفهوم المردود المادي والشيء المادي. لما انا اعطي والشخص اللي امامي يبتدي يضع براويز لقيمة هذه العطاء، ان هذه العطاء مقابل هاي الاخر، ان هذه ما قيمته في هاي الشيء فانا برد لها، هني يتجرد مفهوم العطاء، هني تدخل وكأنها مصلحة متبادلة. أي شيء ينحط له سعر، ينحط له قيمة، ينحط له شيء ومقايضة لشيء، يفقد مفهومه للعطاء. ولذلك احنا نقدر نقول العطاء هو لحظات جميلة في الحياة أكثر من قيمة العطاء. لحظات جميلة الله سبحانه وتعالى سخرني لعمل شيء ما، ولا لتقديم علم ما، ولا لتقديم تبرع ما، ولا لصدقة ما، فهاي اللحظة اللي أنا أقدمها هذه أحلى لحظات الحياة أكثر منها قيمة الشيء اللي أنا سويته. وطبعا ما يميز هني العطاء أن لما أنا أعطي الأشخاص الآخرين أبتدي أن أؤثر فيهم، لأن الأثر اللي أتركه هو في لحظات العطاء، في اللحظات اللي أنا أعطيها فيها، فالشخص يتأثر بالعطاء اللي أنا ممكن أني أقدمه له، وأكون هني الشخصية المؤثرة نتكلم عنها. وبالتالي هذه النوعية من الناس دكتورة هم دائما يقلوا من عطائهم، يحسون انهم ما اعطوا في الحقيقه. دائما تقولين يعني نسمعهم يقول والله انا مررت على الحياه الحين ما اعطيت شيء. ليش؟ لان تواضعهم فعلا يعني مثل لما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالايه العظيمه انما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلماء اكثر خشيه من الله لان يحسون ما قدموا شيء في الحياه من كثر ما هم دائما يحبون يعطون ويحسون انهم ما اعطوا شيء. فالإنسان بطبعه يفترض أنه ما يكون هو يصل إلى مرحلة مراحل يحس أنه هو أعطى. يفترض الإنسان المعطاء هو الإنسان اللي آخر لحظة في حياته يحس أنه دائما يفترض أن يبادر ويعلل حق نفسه أنه يبادر أكثر وأكثر ويتنافس، وفي ذلك
فليتنافس المتنافسون. عشان كذي نشوف أن العطاء يتصل بالروح، يتصل بالعقل، يتصل بالخبرة، يتصل بالوقت. العطاء قيمة مختلفة بكثير القيم، الأمور المختلفة اللي احنا نكون فيها. كثير من الصفات والميزات اللي تكون فينا أحيانا ترتبط بالعقل ولا ترتبط بالقلب، ما ترتبط بالروح، لكن ما يميز العطاء هو ارتباطها بمختلف هذه الأمور. ويمكن احنا نشوف من يعني صور العطاء الحقيقي كانت موجوده في من قيم الدين الاسلامي، لما احنا نقول انه يعني يدعو لاخيه في ظهر غيب، فهذه قيمه العطاء، اني انا لما اعطي مو بشرط الشخص الاخر يعرف اني انا اعطيته، حتى ذي الدعوه لغيري فهي عطاء. فاحنا حتى مثل ما قلتي يعني لما احنا نعفو على الناس لما اساءنا اساء لنا، او انه في الحقيقه اليوم يكون قلوبنا دائما نصفيها أول بأول، ما ننام مثل ما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي يروي عن الصحابة إن كيف إن كانوا هما يشوفون الأشخاص ديلة، ليش إن الله سبحانه وتعالى يعني اختارهم وغفر لهم ودخلهم الجنة بسبب بس قلوبهم الصافية، لما ينامون يصفون كله في قلبهم. هاي كل عطاء، يعني عطاء هي عبارة عن فكر وتفكير وفكرة جميلة وتنفيذ لواقع طبعا بشكل أو آخر، أو حتى الامتناع عن الشر. ساعات أن أنا بسوي شر وامتنع عنه بحد ذاته فهو أيضا عطاء. والاعتذار بعد عطاء، أني أنا لما أخطأ وأعرف أني أنا أخطأت فأنا أعتذر، فهو بعد قيمة من قيم العطاء، فهي نعمة. المقدرة على الاعتذار وأني أقول كلمة آسف بحد ذاتها، هذه هي قيمة من قيم العطاء. لازم نحفز نفسنا دكتورة على هاي الشيء، يعني عمل الخير ممكن يبتدي بهاي الأشياء البسيطة، اني انا اسف انا ما قدمت شيء، او انا اقول حق نفسي كل يوم، حتى اقول حق نفسي يا ربي اغفر لي ترى انا ما قدمت شيء، او فعلا باي خطا، يعني لو خطا بسيط يمكن ان الاخرين ما يلاحظونه، اعتذر من الاخر. لا شك ان هذه من مواطن الخير اللي قاعد نبنيها في نفسنا وتساعدنا على الالهام. احنا ترى موضوعنا ما زال هو ان كيف ان احنا نخلي حياتنا فعلا متجدده ورائعه وفعلا فيها خير، وفعلا لأن الإنسان كل ما قلل مساحة الشر في نفسه كل ما قدر يعطي من جديد، لكن كل ما انشغل بالشر وبالإحقاد وبالآخر وكيف يلغي الآخر، كل ما انشغل في الحقيقة عن معنى العطاء الحقيقي الذي يشغل الإنسان حتى حق عن الاحترام لذاته، يفقد الاحترام لذاته وبالتالي يفقد الاحترام للآخر. وإني ما أعتبر أني أتنازل في بعض المواقف أو أغير بعض الخطط أنه هو أنا ذي تنازل، لأن هني يكون العطاء لأني أنا أشوف أين مصلحة الأطراف الآخرين، ما أفكر في الموضوع فقط من زاوية واحدة. أنا تهيلي دكتورة نوقف بعد فاصل على أساس ندخل على فوائد العطاء، موضوعنا شيق وجميل، وأتمنى أن إن شاء الله الحلقة يعني نقدر نغطي موضوع العطاء. العطاء ترى موضوع كبير جداً، ولكن حاول نغطي في هاي الحلقة، ففاصل ونواصل معاكم إن شاء الله. نرحب فيكم أعزائي المستمعين والمستمعات في موضوعنا بين الريادة والإلهام. اليوم ماخذين صور العطاء في حياتنا، وودنا نبتدي دكتورة عن فوائد العطاء بشكل عام في الحياة. فأحد الفلاسفة يقول دكتورة، هبة الأشياء ليست ثمينة كهبة الأفكار، بل إن الخواتم والجواهر وكل الأشياء النفيسة التي نقدمها في الحياة لمن نحب ليست هبات حقيقية، ولكنها اعتذار عن الهدايا الحقيقية، يعني كأنها تغطية عن الهدايا الحقيقية. فالهبة الحقيقية هي بضعة من النفس. فعلا أنا أغلى شيء ممكن أنا أعطيه لما أعطي الشخص روحي ونفسي ووجداني، وإني طبعا نعطي الأفكار ونعطي العقول لما نتبادل هذه المواضيع اللي بيننا، هي تكون الحبة الحقيقية. طبعا اليوم احنا في عصر دكتورة اتسم بالماديات، ولذلك أنا يتهيالي وايد مهم ان احنا نتذكر ان العطاء ليس في الماديات، وليس مثل ما قلتي انت بالاشياء الزايده عني ان اروح اعطي انا الناس. وهي للاسف ان صارت الحين ان بسبب الكوارث، بس الناس كل ما صارت كارثه راحت عطت بعض الدنانير وارتاح ضميرها. ولكن العطاء هني لازم يكون في الحقيقه بالاهتمام بالاخرين، الاهتمام بالامه، الاهتمام بالمجتمع، الاهتمام اني انا فعلا يكون عندي ما يسمى عطاء يصنع فارق في الحياه، يصنع فارق في المجتمع، يصنع فارق في البشريه. هذه العطاء اللي احنا قاعد نتكلم عليه. واني انا لما اجي اعطي ما اخاف اني اذا انا اعطيت شيء بينقص مني انا شيء، بالعكس انا كل ما اعطي رب العالمين بيبارك لي في الشيء اللي انا اعطيته، سواء ذي كان مادي، معنوي، فكري، جهد، وقت،
ابتسامة، بالعكس لازم أنا دائما أكون سعيدة بهذا العطاء اللي أنا قاعد أعطيه. يمكن مثلا إحنا عندنا دائما يعني أبهاتنا وأجدادنا كانوا في السابق لما كانوا يطبخون ويوزعون على الجيران، أو أن الجيران يون يأكلون عندهم في البيت، هذه مثل ما أمثلة العطاء واللي يمكن ما زلنا نشوفه في رمضان. ولكن المثل الأكبر هو حب العطاء والبذل، التبادل، التعاون. هو ليس في معنى الصحن اللي بتقدمه حق الآخر، ولكن إن كيف إن أنت عندك روح التواصل مع الآخر، هذا العطاء اللي قاعد نتكلم عليه. وطبعا هما يعني يتكلمون عن العطاء علماء النفس وعلماء الاجتماع، يقولون إن اللي يعطي يشعر بسعادة أكثر من الشخص المعطى أو المتلقي، لأن اللي قاعد يعطي لما هو يعطي بروحه قاعد يعطي قطعة منه، لكن يعطيها بسعادة وبغرض السعادة الآخر، فمجرد ما يشوف السعادة في الآخر هو تزيد سعادته. لذلك الدراسات أثبتت دكتورة أن فعلا العطاء فوائد كثيرة، فالإنسان لما يعطي يخفف من الضغط النفسي، يقول لك عن نفسه، وبالتالي حتى كل ما أعطى الإنسان هو قاعد يساعد أنه يخفف من الضغينة في المجتمع، ويصنع الراحة النفسية في داخل المجتمع الواحد، وبالتالي يجعلنا فعلا إحنا الناس ننتبه حق الآخر ونحس بالآخر، وليس نحاول أن نلغي الآخر لأن إحنا في ضغط نفسي بسبب المنافسة أو غيره من طريقة التفكير. يعني العطاء فعلا يؤدي إلى تفكير ما نسميه تفكير الوفرة وليس تفكير الندرة، ويؤدي إلى التسامح والتعايش وقبول الآخر، لأن العطاء يكون بهذه المفاهيم. ولذلك أنا أقول يعني وايد مهم أن إحنا نثبت هالعطاء في أسرنا ومجتمعاتنا بالكلمة الطيبة، بإظهار اهتمامنا بالآخر، أن نبني في عيالنا فعلا هم الأمة وهم المجتمع وهم تطوير الذات. ما يهمني اليوم انه بس يقول ولدي ان انا بتخصص طبيب ولا دكتور ولا مهندس ولا بحري ولا ضابط ولا لا، يهمني في الحقيقة انه ما هو العطاء اللي سيعطيه للعالم. لذلك لما نسمع الملهمين دائما لما نقول لهم شنو تبون تحققون في الحياة، خاصة هم الصغار، لأن معظم الأطفال أنا دائما أقول إنهم هم ملهمين، لكن إحنا نلغي عندهم التفكير ونقلصة، دائما نقول إحنا بنغير شيء في المجتمع. ويمكن لاحظت دكتور هاي في البوسنة أسئلتنا في الروضة شنو كانت أسئلتنا لهم؟ بالفعل، وطبعا لازم نربط إن مفهوم العطاء لا يرتبط فقط بعطاء إني أنا أعطي الفقراء أو المحتاجين أو الناس اللي أقل مني. ترى الكل محتاج إلى العطاء، كلنا بلا استثناء محتاجين إلى هذا العطاء. ما في أحد يقول إن أنا اليوم مو محتاج أحد يعطيني، لا، لأن إحنا موجودين في هذا العالم لكي نعطي ونشوف من يعطينا وهو بيسعدنا. إبراهام لينكولن إن محرر العبيد طبعا معروف دكتورة، زعيم الأمريكي الراحل، وهو مؤسس يعني مؤسس الأمريكا الثاني بعد الحرب التي صارت الحرب الأهلية، قال كلما تقدم عمرك ستكتشف أن لديك يدان، واحدة لمساعدة نفسك والأخرى لمساعدة الآخرين. ففعلا العطاء هو معنى معاني الحكمة، ولذلك أقول لك ما شاء الله عندك الحكمة، لأن مريتي في تجارب كثيرة في موضوع العطاء بالرغم من صغر سنك. ولذلك النادي إحنا كل الشباب والشابات إنهم فعلا يسعون للعمل التطوعي، لأن في فعلا تعلم في العطاء. فعلا هو العمل التطوعي يخلي إن مفهوم العطاء يبتدي يكون عندك، ويكون مفهوم العطاء تلقائي. تلقائيا كل ما بتشوف شيء مكان محتاج إلى عطاء أنت بتعطي، بيتحول إلى تدفق مباشر أنت بتسويه، بيتعدى حدود الواجب أو الالتزام. ما بشتغل في عملي أو في أي مكان أنا التزم فيه بحد المطلوب، لكن بحد حبي للعطاء بيصير عندي ولاء، ولاء لكل شيء، ولاء للناس، للأصدقاء، للعمل، للمفاهيم، للمجتمع، للوطن. بيحسسني بالتزامي تجاه الآخرين والتزام الجميع، وبزيد مفهوم العطاء. العطاء يعني ممارسة نقدر نقول دكتورة من خلال التجربة اللي احنا نمر فيها في رحلة الحياة، وخاصة في عمارنا في الشباب، وممارسة حقيقية نحو الإلهام والريادة، لأنه يبعد عني روح الأنانية والبخل، يبني فيني روح الكرم والخلق الرفيع، يخليني فعلا شخصية مؤثرة متعلمة، يخليني شخصية عندها روح الإيثار، الشعور بالانتماء الإنساني، عندي شخصية دائما هي تبني قراراتها مبنية على حقائق، شخصية دائما عندها تدفق تجاه الإنسانية والكائنات الأخرى والحياة، شخصية دائما عندها الالتزام بالواجبات، الالتزام معنوي ومادي، التزام بالمجتمع، عندها فعلا التزام تجاه الآخر. ففوائد العطاء هي فوائد غير محدودة.
فوائد العطاء تعود على الشخص، تعود على الأمة، تعود على الاقتصاد الوطني، تعود على السلوك، تعود على التربية، تعود على منافع كثيرة، لأن تحقق السكينة، تحقق التعايش، تحقق التسامح، تحقق الحنان، تخلينا لما نعطي فبنساعد المريض فبيساعد على شفائه. كثير من المرضى ما يتشافون بسبب الدواء، لكن عيادة المرضى يكون نوع من أنواع العطاء فإنه هو يشافيهم. كثير من الطلبة يستفيدون من الأساتذة، مب لأن درسوا هذا المنهج اللي هو الموجود، ولكن إن مفهوم العطاء زاد عن ذلك، فتعلموا من القيم والسلوك والقدوة وغيرها. لذلك احنا نقولها مرة ثانية، هو أقوى وسيلة لإسعاد الذات كما تؤكد الأبحاث، لأنه هو يخليك فعلا تقدر أنت تلاحظ وتشوف دائما أمام عينك احتياجات الناس وتقتنصها الفرص اللي تخدم فيها الناس. فهو آلية تجعل الإنسان فعلا يجد ذاته، يشعر بطعم الحياة وأهدافه، يجدد من أهدافه، يبعد عنه الحزن والحسرة، ويتغلب على تحديات الحياة، لأن الحياة كلها دائما في تحديات وتقلبات. يمكن أثبتت الدراسات دكتورة في عام 2007 أن الأشخاص ذوي العطاء يختلف وظائف أجزائهم، أجزاء أدمغتهم عن البخلاء. فتقول الدراسات أن الأشخاص اللي يعطون تتأصل لديهم هذه الممارسة في عقليتهم ونظرتهم إلى العالم الآخر، إلى العالم والآخرين، إلى العالم والآخرين. وبالتالي نجد أن عندهم ممارسة سلوكية مجردة من الإحساسات النفسية والروحانية فقط، ولكنها أيضا ممارسة سلوكية تقوم على الوجدان المرتبط بالعالم والحياة. وبالتالي نجد أن أيضا في دراسات أخرى دكتورة تؤكدت أن هذه يؤدي إلى تغيرات هرمونية في الدماغ. ففي عملية العطاء وجد العالمان جورج مال وجورج جرامفان أن علم الأعصاب فعلا يؤكد أن في دلالات علمية من خلال استخدام طبعا الأجهزة الرنين المغناطيسي، أن العطاء يحدث في الحقيقة في جزئي الدماغ ما يعرف بالموز الليمبك، وهو يؤدي إلى تعزيز السلوك الإنساني، بحيث أن السلوك الإنساني يميل إلى الخير أكثر منه إلى الشر. بالفعل، لأنه تكرار العطاء وإعطاه يتحول بعدين من يتحول إلى سلوك، فيتحول إلى تلقاء، فيصير شيء طبيعي في الإنسان. ولأن هاي السلوك كل ما يتكرر تزيد النشوة والفرح عند الإنسان، فيصير عنده رد فعل في الدماغ، فيروح يكرر نفس السلوك اللي هو موجود لأنه يزيد عنده منسوب السعادة. طبعاً ولأنه يزيد منسوب السعادة الاجتماعية اللي هي موجودة، فيزيد انتمائنا لهاي المجتمع، تزيد العلاقات الاجتماعية، تزيد العاطفة الاجتماعية، تزيد العلاقة الحميمية بيننا وبين مفهوم العطاء وبمن نعطيه، إلى أن نبتدي أن احنا نعطي ونعطي، فتلغي روح الأنانية الموجودة في أي شخص. فالعطاء إذن هي دكتور عملية تؤدي إلى تحريرنا احنا، تحرير أنفسنا من الضغوطات النفسية وحتى الجسدية. فالأبحاث تؤكد أيها الأحبة أن في الحقيقة وجد فعلا أن الإنسان المعطاء عنده جهاز المناعة فعلا عالي، عنده فعلا قدرة عالية على تحمل الألم الجسدي والنفسي، عنده في الحقيقة عواطف دائما إيجابية، ويشعر بالحيوية والطاقة والاستمتاع والحياة الجسدية بشكل عام. يمكن هاي بعد تجربة شخصية انت قلتي لي عليها. لأن دائما اللي يعطي يكون عنده دائما نظرة إيجابية للأمور، لأنه هو لما يعطي هو قاعد يحرر روحه من أي قيود هي موجودة، يستمتع في هاي العطاء. تشوفه حتى لما يتألم، لأنه ما يبي يحزن اللي حواليه فما يرويهم ذي الألم، فيبتدي يقنع روحه وذاته إنه هو فعلا شخص يعني ما أدري. سمعت إن أيضا جزء من الدراسات تقول إن قدرته إنه يمنع الاتجاهات السلبية مثل ما تقولين كالنزعة يعني بالعنفية أو العدوانية تقل عنده، لأنه منشغل بالعطاء معظم الوقت. بالفعل العطاء كأني أنا قاعدة أغسل روحي وجداني، فحتى لما شفنا روحنا ابتعدنا عن هاي المفهوم العطاء، خلنا نبتدي نسوي إلى أن يتحول سلوك، لأنه هو اللي بيغسل الروح والوجدان. طبعا من فوائد العطاء اللي ذكرناه ايضا ولكن ناكد عليه، هو شعور بالمرح، بالانبساط، بالنشوه، بالفرح، بالنح فعلا احنا نحب ان المزاج الجميل اللي دائما نكون احنا في احسن الاحوال في معظم الوقت. فهو في الحقيقه يساعدنا على زياده افراز الهرمونات اللي يسمونها المخدره الدماغيه الطبيعيه الاندورفينز،
لأن الإندورفين بشكل عام يساعد على المزيد من الارتياح والنشوة، ويساعد على السلوك العطائي، ويساعد على الأكسيتوسين، ويساعد على السيتوكسين اللي هو في الحقيقة هرمون السعادة الذي يأتي من خلال أيضا حب العطاء. لأن ليش نشعر بالسعادة؟ لأن نرى السعادة منعكسة في وجوه من أعطيناهم، فتدخل السعادة إلى أنفسنا. طبعا من فوائد العطاء أنه تساعدنا أن احنا ندخل في علاقات الجديدة، نشعر بالأمان، والشعور بالأمان من أهم الأحاسيس اللي ممكن يشعر فيها أي إنسان. الإنسان دائما يبحث عن هذا الأمان، فيمكن صور العطاء له ممكن يعطيها، ممكن تعطيها هاي الشعور. طبعا بتشعر بالصحة، بالقوة، بالفخر، بالإنجاز، بالسلام، بالحب اللي هو مرادف لكلمة العطاء إلى حد كبير. خلينا دكتور نطلع فاصل ونواصل معاكم أيها الأحبة، أساس نبتدي إن شاء الله نتكلم ما هو العطاء الذي نريد أن نؤسسه في مجتمعنا. ففاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم أعزائي المستمعين والمستمعات في روح الريادة والإلهام، وراح نركز على فلسفة العطاء في هذا الفاصل. والفلسفة العطاء دكتورة، شنو هي فلسفة العطاء؟ هو أن نعطي بلا حدود، نعطي بلا مقابل، نعطي بلا شروط، نعطي بلا أوامر، نعطي بلا طلب، نعطي من أجل العطاء، نعطي من أجل إسعاد الآخرين. بس خلينا يعني نشرح حق ما شاء الله عليش انطلقتي، بس شنو الفلسفة؟ كلمة فلسفة مدام أنت يعني في كلية الآداب والدرسين الفلسفة، فشنو هو الفلسفة؟ طبعا هو كل ما تكلمت عنه هو الفلسفة الحقيقية لمفهوم العطاء، إنه هو أنا شان أتصور في هذا العطاء، وشان بغير في وجداني الداخلي والخارجي ويغير ما حوالي. الفلسفة هي نظرة للحياة، صح ولا لا؟ يعني نقدر نعرف الفلسفة إن كيف نرى الحياة، the perspectives، وشان نفسر الأمور، كيف نفسر الأمور. فبالتالي أعزائي المستمعين والمستمعات، ليش العطاء هي تعطينا نظرة للحياة؟ لأن تعطينا شعور داخلي تخلينا نفكر بعمق، تخلينا نفكر بطريقة فيها نوع من السلام، فيها نوع من الصفاء، فيها نوع من في الحقيقة الدافعية. وإحنا قلنا كلمة الدافعية من أول حلقات تكلمنا أن الدافعية مرتبطة ارتباط كلي في روح الرياد والإلهام اللي قاعد نسعى لها. طبعا المفهوم العطاء اللي قاعد نتكلم عنه بقدر ما فيه من بساطة، بقدر ما فيه من التعقيد، لأن البساطة في أني أنا كل ما أعطي وأبتدي أستمر في هذا العطاء أنا بشعر بالارتياح فعلا، لكن فيه بعض التعقيد، لأن إذا أنا مو متعودة على هذه العطاء، إن أحيانا أبي أعطي وأنا ما أملك ما أريد أن أعطيه، فيدخل في أعماقنا أحيانا الروح اللي ساعات تمنعنا من هاي العطاء. ترى كلنا فينا هاي الجانبين، الجانب اللي يبي يعطي والجانب اللي أحيانا يخاف من هذا العطاء فيدخل في هاي التعقيد. يعني العطاء إن إحنا نحب بلا حدود، يمكن بلا شروط ولا أوامر، نقدم في الحقيقة لمن حولنا كل ما نجد من داخلنا، يمكن نجدد طريقة العطاء، نحاول أن نشوف الحياة فعلا أنها هي رحلة من رحلات العطاء، فيها تجدد في كل محطة من محطات حياتنا. لما نكون إحنا في عمر الطفولة لازم يكون عندنا نوع من العطاء، لما نكون في عمر الشباب نوع من العطاء، في عمر النضوج وهني يكون عندنا نوع من العطاء، وكل ما كبرنا وفي الحقيقة في حياتنا ومر في علينا العمر يفترض أن نجدد يعني مفهوم وفلسفة العطاء. لأن متهيألي يفترض العطاء ما له فلسفة، واحد عنده عدة فلسفات وعدة نظرات. بالفعل، وإني أبتدي أطلع من دوامة الأنانية، كل ما أفكر في الأنا والأنا المجردة وأدخل في مفهوم الأنانية أبتعد عن العطاء، وفي النهاية أنا الخسرانة لأني أنا اللي بفقد السعادة عندما أنا أعطي. وأنا أقول العطاء يمكن هو يقوم على البساطة، يعني ما في شيء. العطاء دائما يذكرني بإني أنا حياتي لازم أعيشها ببساطة، وفي الحقيقة أعطي من أعماق قلبي وبدون أنانية، ومثل ما قلت أنا ما أخلي حب الظهور هو يسيطر عليه. بالعكس، كل ما أعطي يفترض أن أكون أنا إنسان متواضع وأنظر إلى الحياة أن هي في الحقيقة زائلة، ولكن ما سيترك الأثر مالي هو قدرتي على حجم العطاء ونوعية العطاء. بالفعل، ودائما ترى المعطائين متواضعين، فهي أحد صفات المعطائين. طبعا السعادة وسعادة العطاء في لها قوانين، العطاء مو بالطريقة اللي احنا نتوقعها، فهي السعادة يكون مصدرها القلب، للسعادة دائما يكون في لها رصيد، السعادة تعطينا هاي الشعور اللي احنا نرتبط فيه. العطاء والسعادة يكون مرتبط مفهومي أنا بالآخر،
أنا الآخر سواء كان إنسان، كان جماد، كان روح، كان ورد، كانت لوحة إني أنا بعطي فيها، لكن ترتبط بالنفس، بالهوى، بالقلب، بالشعور. يعني تعطي، يعني معناته فلسفة العطاء نقدر نقول دكتورة إنه هو تعطي لحياتنا معنى، وتعطي لحياتنا ألوان، كأن إحنا ملابس، مثل ما إحنا نسعى للملابس الجميلة أيضا يفترض نسعى إلى أن إحنا ننوع في العطاء، لأن كأن كل مرة إحنا كأن قاعد نلبس ملابس جميلة، ولكن ملابس للروح أكثر منها للخارج والأشخاص الآخرين. لذلك يعني إحنا دائما نقول نسعد الناس هما أنفعهم للناس. ليش؟ لأن هاي المنفعة فعلا هي قمة السعادة، لما نكون إحنا نحس إن نفعنا ناس آخرين، وهي صفة من الصفات اللي رب العالمين أوجدها في الإنسان، بالرغم من أنه هي صفاته سبحانه، فهو المعطاء أولا وآخرا. ولذلك إحنا يفترض أن نتلمس الحاجة فيما نعطيه، كما نشعل الشمعة، يعني مثل الملهم، والملهم يشعل الشمعة في الآخرين، فنفس الشيء الشخص المعطاء يفترض أن يدور على الشمعة الأهم والشمعة الأكثر تأثيرا. بالفعل دكتور، كلمنا وايد عن معنى العطاء، أهميته، فلسفته، لكن شلون أعلم نفسي أني أكون معطاءة؟ أنا طبعا مرة ثانية، هاي أنت مدرسة في هاي الشيء، ولكن يمكن من تجربتي البسيطة أو تحولي إلى العطاء اللي بشكل كبير يختلف عن العطاء اللي موجود اليوم في الساحة، العطاء اللي من خلال العلم أو تغيير ثقافة المجتمع نحو شيء ما، أو العطاء يمكن نحو الإنسانية، أو العطاء في استكشاف قدرات الإنسان. نحن قاعد نشتغل مع بعض في موضوع اقتصاد الإلهام دكتورة، هذه ما يأتي بالصدفة، يأتي من خلال الصبر، لأن ما في رحلة نقدر إحنا نحققها في الإنسانية ونعطي فيها بشكل أكبر بدون ما نفشل ونمر في مراحل من التحدي. فكوننا بس إحنا نصبر على الألم اللي نمر فيه في كل ما ننتقل من مرحلة إلى أخرى، هاي بحد ذاته الصبر، يعني بحد ذاته هو يبني النفس المعطاءة اللي فعلا تقدر تعطي شيء للإنسانية، حتى لو لم تنتهي سيأتي آخرون يكملون رحلتهم إن شاء الله. ويمكن الأشياء اللي تخلني بعد نتعلم على العطاء، نتعلم على تنويع العطاء. إذا أنا توقعت أنا قاعدة أعطي الشيء المادي فاكتفيت وأنا عطيت فأنا بكون غلطانة، إذا توقعت مدام أنا قاعدة أساعد معنويا فأنا عطيت واكتفيت فأنا بعد أكون غلطانة. كل ما تتنوع طرق عطائي، كل ما أنا أعلم نفسي أكثر على العطاء. يمكن نشوف حتى إحنا فروضنا، يعني اللي إحنا نسويها في الدين الإسلامي، عندنا أشياء روحية، أشياء جسدية، بين صلاة، بين دعاء، بين زكاة مال، بين أني أقوم بفرائض جماعية، بين أنا أختلي برب العالمين، بين أمور ذهنية لما أقرأ القرآن وغيرها، لأني تعلمت تكون لي ممارسات مختلفة، هاي العطاء اللي بيني وبين رب العالمين. فنفس هذا التنوع أني يكون عطائي مع الآخرين. نعم، العطاء اللي بينك وبين رب العالمين دكتورة، هاي لك بينك وبين رب العالمين، لكن رب العالمين أيضا يطالبنا بشيء أساسي، وهل نبي نغيره في مجتمعنا، أن يكون العطاء الحقيقي هو نشعل شمعة في الآخرين وليس بس نعطي الآخرين. بالفعل، يعني اليوم لما أنا مثل لما يقول المثل الصيني، لا تعلمني، لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمكة، كوني أني أنا اليوم أشعل في الآخر حب المسؤولية، روح المسؤولية، روح في الحقيقة أنه يبحث عن الشيء، الفكرة الجميلة، يطبق الفكرة الجميلة، يعزز في مجتمع التأثير الأكبر، يكون مبادر، هاي بحد ذاته كلها مستويات من العطاء اللي يفترض كل واحد فينا يسعى لها بطريقة أو بأخرى. ولذلك يتهيالي أن احنا لازم نشوف في رحلة عطائنا المختلفة في رحلات الحياة كم شمعة، يعني خلينا نقيس نفسنا دكتورة، كم شمعة فعلا احنا اشعلنا في رحلة الحياة، مو كم ساعات قضيناها في اجتماعات ولا في يعني مرة ثانية في عمل تطوع ولا لا، انا ما اقصد هذه، اقصد كم شمعة فعلا اشعلناها في الناس، صاروا هم فعلا عندهم، يعني اشعلنا شخص كان ما يشوف الطريق ساعدناه انه يستكشف الطريق. بالفعل احنا لازم نشوف ايش كثر احنا كنا حق ناس بعطائنا حققنا فارق ايجابيا في حياتهم، ايش كثر انا غيرت في حياة الاخرين إيجابيا، غيرت في طاقاتهم، في قدراتهم، خليت لحياتهم معنى أكبر، أشبعتهم، أشبعت سعادتهم. هاي هني اللي أقدر أقيس فيه إذا أنا فعلا كان في أثر لعطائي. إذن هو نتكلم إحنا دكتورة عن المفارقة اللي سوف نحدثها في حياة الآخرين أو في مجتمعاتنا، هذه قصدنا في هذه الحلقة اللي ركزنا فيها وايد على أن هذه المفارقة هي اللي سوف تعطيك السعادة. في ناس وايد تقول أنا ترى أنا أسوي عطاء وأعطي وصدق وايد، لكن لحين أحس ما في سعادة، لأن أنت ما قاعد تصنع الفارق في الحياة، ما قاعد تشوف في الحقيقة، أعطي باللي ما تستطيع، ولكن كل مرة حاول أن ترتقي بعطائك. يمكن هذه ما يتميز به الناس الملهمين، كل فترة يرتقون بعطائهم، وبالتالي يرتقون حتى في طبيعة التضحية،
لذلك نجدهم في الأخير يصلون إلى ما يسمى تفكير الوفرة، أنه يترك كل ثرواته ويقدمها للآخر ويعيش في بيت واحد بس بدل ما يكون عنده قصور ولا بيوت، لأنه بدأ يشوف العالم بطريقة مختلفة. طبعا اللي يخلينا نشعر بهذا الشيء أني أبتدي أني أعطي بلا مقابل. متى أشعر بهاي السعادة فعلا؟ لما نعطي بدون مقابل، لأن إذا انتظرت مقابل فهاي العطاء ما يكون العطاء الحقيقي اللي أنا أحرص عليه. فعشان كذي لازم نتعلم أن إحنا نعطي ونسوي الخير بلا مقابل، بصوت هادئ. العطاء ترى مرتبط بمفهوم التضحية بعد، أني أنا أبي أسعد الآخرين فأنتظر أني أنا أضحي لهم، وما أنتظر هاي المقابل، لكن المقابل بيني في وقت آخر أنا بكون محتاجة له، أنا ما أعرف عنه وما أعرف مين الشخص اللي ممكن يرد لي. وعمرنا لما نعطي ما لازم نقول أني أنا عطيت الأشخاص اللي ما يستاهلون، أنا عطيت لأني أنا أبي أعطي. أنا لما أعطي ما أروح أصنف الأشخاص أو المواقف أن فلان يستحق أو فلان ما يستحق، أنا لأن حسيت أنه محتاج ذي الشيء فأنا أبي أعطيه عشان أسعد اللي أسعد نفسي، مو عشان أنا أقيم هاي الشخص. أوكي دكتورة، يتهيألي إحنا طبعا وصلنا إلى نهاية الحلقة. كالعادة مثل ما علمتينا نحتاج إلى أن فعلا تختصرين لنا أهم شيء تعلمناه في هاي الحلقة، فتفضلي دكتورة. طبعا في هاي الحلقة تكلمنا عن فقرات وايد، عن معنى كلمة العطاء، صور العطاء وفوائده، كانت له معاني مختلفة، ممكن إحنا نختلف في المعاني بين إحنا الآخرين الموجودة، لكن أني أنا أعطي بلا مقابل، أني أعطي بمفهوم العطاء، أحب ما أعطي، أعطي بكل صورة. في أحيانا أنا أعطيها بصورة الفطرية لأني الأم، لأني المدرس، لأني المعلم، لكن أني أنا أبتدي أعطي بكل شيء. حتى قلنا ريشة الفنان هي صورة من صور العطاء، وتكلمنا عن فوائد العطاء، فهي لها فوائد عديدة، مو على الشخص فقط اللي بيحصل على العطاء، لكن حتى اللي بيعطي هو بيكون هو سعادته، وهو ذي مصدر طاقته وإلهام له، هو اللي هو بيحاول يبدع في هاي العطاء كل مرة عشان يكون رائد في مجال العطاء. تكلمنا عن فلسفة العطاء وشلون نقدر نعلم نفسنا على مفهوم العطاء. لازم نبتدي نهذب نفسنا، ترى كلنا يصيدنا هاي بين التعقيد والتبسيط. العطاء بقدر بساطته هي مسألة معقدة، خلنا ندرب أنفسنا عليها، خلنا ننوع في طرق عطائنا، خلنا نفكر في مفهوم ما بعد العطاء، وعلى أساسه بنقدر نعطي أكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعزائي المستمعين والمستمعات، جئنا إلى نهاية الحلقة. نشكركم مرة ثانية على حسن الاستماع، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم في الحلقات القادمة. كانت فعلا حلقة شيقة دكتورة، نشكر دكتورة دنيا ونشكركم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونراكم إن شاء الله على الخير والسعادة والتنافس في العطاء بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، ونراكم على الخير إن شاء الله.